لا حل في سوريا بدون حل سوري سوري عظيم. وهذا ما يعني دعونا إليه كثيرا. حل سوري سوري يقوم على تجميع القوى الوطنية الديمقراطية أو إيجاد مشروع وطني جامع، وطني سوري جامع يأخذ ببعده التاريخي والروحي، وأنا أكرر هذه المسألة، والروحي لإخراج السوريين من 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 المقتل الذين يمرون بها، وهذا ما أخذ على يعني عاتقه يعني تيار الغد السوري. وأنتم سمعتم يعني في المؤتمر الصحفي يعني التعويل على دور مصر وأهمية مصر، ولماذا نحن اخترنا في تيار الغد السوري قبل غيرنا، لأن يكون التيار مقره القاهرة.